أهلا بيكو، معاكو أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الكوب كيك بطريقة مختلفة شوية عن الطريقة التقليدية اللي احنا تعودنا نعملها. أنا معتمدة الطريقة دي بقالي أكتر من سنة، لأنه قبل كده دايما ما كانش بيظبط معايا، يا إما بيطلع مكتوم ومش هش، يا إما الطعم ما كانش بيبقى مظبوط، يا إما اللون كان بيبقى غامق، لحد ما توصلت للأسباب اللي بتساعد على نجاح الكوب كيك والأسباب إيه اللي بتفشله. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة، وبفكركم الأول بالاشتراك في القناة علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنعملها. أول حاجة هنزل في الخلاط بتاعي بأربع بيضات، معايا 2 ظرف فانيليا، معايا 2 كوباية من السكر. الكوبايتين دول مش كبار، لو معاكي بتعايري بكوباية كبيرة يستحسن يكون 1.5 كوباية بس. هضرب المكونات دي مع بعض في الخلاط، الأربع بيضات على الفانيليا على 2 كوباية الصغيرين سكر، أو 1.5 كوباية لو الكوباية كبيرة شوية. هضربهم لمدة حوالي 3 دقايق. من الحاجات اللي بتساعد على نجاح الكب كيك ان المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة، ده اهم حاجة بتساعد على نجاح الكب كيك بتاعي. دي 1 كوباية من اللبن الدافي، اوعي تخرجي اللبن من التلاجة وتستخدميه في ساعتها. هنزل بكوباية اللبن الدافي على الخليط بتاعي، ودي 1 كوباية مزيج من الزبدة على الزيت، حابة تحطي زيت بس برضو كان بينجح معايا وكان بيبقى حلو قوي. هضرب تاني المكونات في الخلاط مع بعض، اللي هي عبارة عن، هقولها تاني بسرعة، 4 بيضات، 2 ظرفين فانيليا، 1 كوباية لبن دافي، 1 كوباية من السمنة على الزيت على الزبدة، و2 كوبايتين من السكر. الخل يعتبر محسن حلو قوي قوي للكيك عموما، فأنا بحط معلقة أثناء ما أنا بضرب المكونات بتاعتي في الخلاط. على فكرة لو الخلاط مش متوفر تقدري ان انتي تضربيه بمضرب الايدين العادي جدا بتاعي، المضرب اللي هو اليدوي يعني، برضو هاند بلندر مفيش مشاكل، هيبقى حلو قوي معاكي. في مصفى بنزل بكوبايتين دقيق، على فكره انا نخلى الحاجات دي بس انا يعني زياده تاكيد، حطيت 2 كوباية من الدقيق وعليهم 1 كوباية من النشا، معايا باكو بيكنج باودر وحوالي 1/4 معلقه ملح. يبقى دلوقتي انا حطيت في المصفى بتاعتي 2 كوبايتين من الدقيق وعليهم 1 كوباية من النشا. ما تقلقيش خالص وما تخافيش من تجربة النشا، فعلا هو ده اللي بقى ينجح الكب كيك معايا، غير لما بحط المكونات كلها دقيق. حطيت 2 كوباية من الدقيق و1 كوباية من النشا، 1/4 معلقة من الملح، وباكو بيكنج باودر. دي المكونات الجافة بتاعتي، اديت لها تقليبة مع بعض. ومن الحاجات برضو اللي بتنجح الكب كيك جدا معانا ان الدقيق والنشا يكون منخول كويس قوي اكتر من مرة. تمام، هبدأ بقى ان انا انزل بالمكونات السايلة على المكونات الجافة واقلبهم مع بعض كويس جدا جدا جدا. طبعا السباتولا مش هتنفع، فالافضل ان انتي هنا تبدأي بقى تستخدمي المضرب اللي هو اليدوي، هتقلبيهم كويس قوي 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 بحيث ان انتي تتأكدي ان مفيش حاجة تحت مكلكعة في البولة بتاعتك. بتبقى فيه طبعا الدقيق والنشا هتلاقيهم مكلكعين، فلازم تقلبي كويس قوي مش اقل من 5 دقايق، وهتقلبي من تحت لفوق علشان تدخلي الهواء جوه العجين. انا ما عنديش القوالب بتاعت الكوب كيك، فعندي القوالب دي متوفرة. الورق الصغير ده اللي هو بتاع الكوب كيك ده يعني سعره رخيص جدا جدا، تقدر ان انتي تجيبيه وتحطيه بقى جوه القوالب دي اللي هي بتاعت الكب كيك. على فكرة انتي لا هتدهني سمنة ولا زبدة ولا زيت، يعني في حد ممكن يقولي طب ما كنت حطي الكب كيك في القوالب على طول. لا، الورق ده بيخلي الكيك ما يلزقش في القالب، وما بحتاجش ان انا ادهن زي ما قلت لكم اي مادة دهنية. تمام، قبل ما اعمل كل الحاجات دي انا مولعة الفرن على درجة حرارة 180، وبنزل بقى بالكيك بتاعي في القوالب. طبعا ما بملهاش على الاخر علشان بعمل حساب ان هي لسه بتعلى تاني، زي ما احنا شايفين كده المقدار اللي انا عملته ده
هيعمل لي في حدود 8 قوالب صغيرين وحوالي 5 قوالب كبار، دخلتهم الفرن على درجة حرارة 180، الرف اللي في النص، واخدوا حوالي من 30 ل 35 دقيقة، او على حسب ما هتلاقي الكيك بتاعك استوى. بصوا زي ما قلت لكم ما احتجتش ان انا ادهن اي مادة دهنية، ومع ذلك ما شاء الله رفع معايا وملزقش ولا اي حاجة خالص. عايزة بس اوريكم من جوه هو هش ازاي معايا ولونه فاتح ازاي وقد ايه. بصوا ما شاء الله لونه فاتح وجميل، وعايز اقولكم ان طعمه كمان حلو جدا جدا. اهو بيطلع بكل سهولة من القالب. لو انت بقى ما كنتيش حطيتي الورق ده، علشان يعني لو انتوا شايفين ان هو ملهوش لازمة، ما بضمنش ان الكيك يتقلب معايا، يعني تطلع الواحدة بوحدتها كده. انت بقى حابة ان انت تزينيه او تزوقيه، دي بقى حاجة هترجع لك. وكده خلاص انا خلصت الفيديو. جربي النشا وما تخافيش، طعم حلو جدا جدا، هش جدا، وان شاء الله هي دي هتكون الطريقة المعتمدة بتاعتك على طول. اشوفكم على خير في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.